اجماع ترى لما في عمل يكون فيه اجماع من اكل الله يوفقه هذا ان شاء الله التوفيق هذا التوفيق نجاح من الاعمال الخيره اسال الله العافيه القريه غير المحلات والصاله وقت النوم وشي؟ فانا رفعته في مكان اللي بيلقاه من السهل عليك لقيته انت عقب ما اخذ؟ ايه لقيناه بالله؟ لان انا كنت رافع جاء احد الاخوه اخذ يحسب المسابقه بدت الطرفين يا بدا الرجع ها؟ طيب ما اقصد كلام انا اعطي خالد السيد مو عبد الكريم اي دسيت طبعا ما هم في محلات ولا في الصاله ولا غرفه النوم في القريه فقط في القريه في القريه في المحلات لا لا في لا. رجال قريه رجالها يعني اللي لقاه يستاهل العنزي من وين بدر شيء من الخيل للعود ها هو الكنز بسم الله بسم الله اسمع المسجد ما في ما في شوف يا من المحلات هذه وانت طالع ولا متخبي تحت حاجه مصريه كلها معاك انا اكثر من كذا انا مسابقه خمسه طرق اذا اسمع هلا حبيبي لا 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 موجود عبد الرحمن السجن يا عيال رافض ترى اللعبه بدات حقه العطر اللي بيلقاه ياخذه المسجد عادي يدور عنده كل مكان عند المسجد في الخيمه اللي يا اخوي القريه كلها ما عدا المحلات والصاله وغرفه النوم ندور في بيت الحكمه يا عيال لا لا الصاله ما في عطر عطر الحين ابحثوا المحلات الصالة غرف النوم ما هي فيها الباقي يدوروا في كل مكان كل مكان دور معك ودور انا متسابق زيهم تعال بدر يلا يا شباب الهمة الهمة والحماس يلا يا عيون المحلات لا ها محلات ما فيه يلا المحلات ما فيه اكيد ايه طيب على ترى ابواب المحلات يلا يا عيون يلا يا لا انا اقول محلات محلات فيه؟ روح يا اجمالي بطل يا اجمالي لاني متحمس متحمس يستاهل والله لقاه احس مو بلاقيه عليك مكان خايف سقني على البطل عندي خمسة طرات ما في له دوارك معناته بطل اجميري جدنا ورا الشجره والباب اتحداك اذا في جواع والله عطر والله جديد والله عطر جديد بخ 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 برد يا الريحه يا الريحه بدر تعال باك والله هني تخيل العود انت تمسك الحين خلاص امشي صح خلاص عبد الله ايه انت خب عشان تجي لعبه حلوه خلني بس بدس يا رجال ما عليك بس احنا نشوف خندسه خندسه تكفى نشوف بس بفكر انا انتوا خبوه يا عيال عشان اللعبه خلاص اوكي نسيت اللعبه عشان جيتكم والله ما في استفوني يا اخوي عطلنا تدري شنو المشكله؟ والله جميل والله جميل انا العيون العيال اللي راح اعطرهم اشكرك والله ما شاء الله عليك صراحه شوف دعوه ربي سبحانه مخ ذكي عندي الازازه وحط ديت في اي مكان ثاني شو بذا؟ فاضيه ايش تقول اوكي اوكي الحمد لله حصلنا على هديه من تخيل العود وليس هديه العفو انما هي لعبه ابحث عن الكنز وتم الحصول عليها من قبل عبد الله الجميري ياه يجيك كذا عطر كذا وانت كذا منزدح قاعد شمشم ريحته شمشم الريحه خلنا نسمع خلنا نسمع يا عيال ايش رايكم بالريحه؟ ابو عزوز شم الريحه غدعش حلو والله شوي جميل صح؟ يا ربعنا طيب يدي ما له دخل قلب اعطيك العطر اوكي ابعد العطر والله ما تخيلني عبد الله معروف نظام اهم شيء العطر خلاص اسمح له اشوف ولا ايش رايك؟ والله زين يا ولد والله زين ولقيته انت ياه لقيته اقسم بالله رب العالمين ما دليته ولا اعرفه انا كان كذاب اعرفه والله وجهه وجهه فرحان صدق ما لقى يعني ما يدري عنه وين عبود وين من مكان شفت اخر نخله من ذي؟ ايه اخر شيء ايوه واضح ذا واضح شفت التسعين ادري بدر غبي ما اعرف لو انا لو انا منه ورا المسجد عشان شفت بدر تو جاي من الخارج اي صح صح ما يعرف لكات العرب اقول وزير اللي كان الجميع عبد الكريم الحلال رجع لهلا طب انا امس عبد الكريم عبد الكريم تبي شاي ولا تبي تنام وين تنام اتتنا المواسم مثمرة شاهي عطني شاهي عطني واحد جاهز عطني واحد جاهز جاهز هو